ولا الثروه لا ما عندناش علاقه بالاعلان الحشيش والبوفا والشراب، راه هما ماشي الناس ديال الثروه. خويا هاد الفاجعه هادي ما كرهناش، ما كرهناش يكون الامن ياخذ واحد الحزم، حيت هادشي راه ما بقاش كيعجب، وخصوصا حي المسيره ما يعرف الكريساج ولينا بزاف شي حوايج. يا وليدي الحضرة الحاج معنا بهادشي، راه ولا الاجرام بزاف. وانا كنطلب من سيدنا ياخذ لي حق والدي، وانا كنطلب من حموشي ياخذ لي حق والدي، وانا كنطلب من حموشي يدير لنا واحد الحل. دخلونا الامن على وليداتنا ضايعين، الجيران كلهم في المشروع ما كيديروا حتى شي حاجه، وكيجي واحد من برا وكيسبوا براني بزاف، راه براني بزاف، لا مهدين ولادنا كلهم في راس خاطر مني ولا راه نقول لك صراحه. كنا جالسين ما علينا ما بينا في الدار، يعني حتى جاتنا خبر تاع السيد بانه توفى، يعني ما حنا عمرنا ما قعدنا هذا الشيء كاع، كان تباع الغبره هنا، تباع الحشيش، تباع اي حاجه، ولكن ما عمرنا سمعنا بان شي واحد من السيكسور بانه غيموت ولا غيتوفى. دابا حنا كنطالبوا بالامن الوطني، بغينا الامن الوطني، يعني البوليس، بغينا البوليس يكون هنا، حنا اولاد السيكسور هنا ما كيديروا حتى شي حاجه اللي هي خايبه، يجي لبران. كان السيد مريح في قهوه، يعني ما كاينش شي حاجه بينه وبين السيد، تدخل السيد القهوه، ما احنا ما فهمنا والو، يعني صراحه احنا ما فهمنا والو، حتى قالوا لنا راه السيد راه توفى، ما فهمنا حتى شي حاجه كاع، يعني ما عرفنا شنو بيناتهم، الله اعلم، ما عرفنا. ما عرفتش وليدي راه ضاربه. انا ولدي خدام في القهوه، بارك في القهوه، عنده جوج الوليدات، عنده جوج الوليدات، محترم، ما كاين ادي حتى واحد، ما كاين ادي حتى واحد، هما الجيران كامل، ما كاين ادي حتى واحد، خاصنا الامن الوطني يدخل لهاد البلاد، حيت الثروه راه كبرات، ما بقاش الثروه صغيرة. هاد اليوم وضعنا في محمد، غدا نضيعوا بهذا، غدا نضيعوا بهذا، حنا سالينا. ام ولاد راه وحده، يتسموا على وليدات، وربي على ولدي، راه حليل عليه ولدي غدار، وربي على ولدي غدار، غدروا غدروا، يتم لي ولادو، يتم لي ولادو، وادي فيها قتاله، غدرش كطلب ولاد المجرمين، الحبس، غدر لي ولدي، الحبس، ها ولدو، ها ولدي. لدرجه الشركات هنا كنديو لهم لاكارت ديالنا، كيشوفوا فيها ولد الثروه، ما كيخدموناش، ما كيخدموناش نهائيا. علاش؟ والله هذه الاولى والاخره، الله يدير الخير، والله يرحمه ويرحم امه محمد، الله يرحمه.